ما نصور اليوم تحشيش. Where's that from? France. Oh yeah, dude. Yeah. السلام عليكم شباب وفرقاتيكم اي سكوربيون. صورت الحلقة كاملة. تعرفون دائما انه انسى المايك طاف، يعني مرة المايك مشتغل بس طلعت انه الميموري فول واني ما منتبه وهو ما مسجل. شكرا يا زمن. اليوم موضوعنا هو التنشيف. انا مسوي حلقة قديمة بس شوية ما عجبتني، قلت خليني اسوي واحدة جديدة لطيفة يعني شوية مرتبة اكثر. وباي ذا واي انا مسوي واحدة كاملة على التضخيم مثل ما قلت، تقدرون تشوفوها هنا. لكن قبل اللي نحتاج نعرف انه احنا الهدف من التنشيف هو خسارة الدهون اقصى ما يمكن مع المحافظة على الكتلة العضلية، وهذا راح نقدر نسويه من خلال خلق عجز او نقص بين السعرات اللي دا نحتاجها والسعرات اللي دا ندخلها لجسمنا. بالمناسبة ماكو شيء اسمه انه اني اخسر دهن بمنطقة معينة بس اضعف بس بطني لو ذراعي لو بس الخواصر لو ما ادري شنو. قال لي انه هالخرافة حتى جدي ما كان يسويها، يعني شوية حداثة. اي التمرين راح يكون نفسه، هاي البطة مال انه اني دفعات اكثر ووزن قليل حتى انشف ودفعات اقل ووزن اكثر حتى اضخم. اجين خرافات جدي ما كان يسويها، ولو جدي ما يلعب حديد بس يعني تفهمون. من احنا قلنا انه الهدف انه نحافظ على الكتلة العضلية، لازم انه اني ما اجي هسه عاد اخفف شدة التمرين. من اني صار لي سنة لو ما ادري ايش قد اضخم ومعلم جسمي على نمط معين من التمرين ومعلم جسمي على شدة معينة اوزان واتمرن قوتي، اجي هسه انه اخففها اكيد راح اخسر عضل، اكيد انه جسمي ما راح يكون بنفس حجمه ونفس الثخن مالته. ليش؟ لان خففت الشدة. فاذا التمرين يبقى نفسه ما تلعب بيه ابد. المرة الوحيدة اللي ممكن اتلعب بيها هو يكون على نهايات اسابيع التنشيف، نشوف الشخص انه شوية طاقته تقل، السعرات مالتنا اصلا كلش قليلة، ذاك الوقت اتلعب بالفوليوم، حجم التمرين ممكن اقلله حتى بقي الشدة نفسها. وارجع اقول الهدف من ادها حتى احافظ على قوتي واحافظ على الحجم العضلي والكثافة العضلية مالتي ما تنزل عني. فهذا ممكن انه فقط باخر اسابيع التنشيف ممكن اسويها، لكن كل شيء يبقى نفسه مثل ما احنا كنا نبدي بالتضخيم مالتي. هنا عاد يجي هو اهم جزء فيما خص التنشيف واللي هو الغذاء. الفكرة كلها بالغذاء، مثل ما قلنا انه اني حتى اقلل نسبة الدهون بجسمي الغذاء والكارديو حتى اخلق هذا العجز بين السعرات اللي احتاجها والسعرات اللي ادخلها. وعليه اذا مدى تحسبون سعراتكم لازم تحسبون سعراتكم، لازم. خاف اني بالفيديو ما تضخم قلت انه تقدرون تضخمون بدون ما تحسبون سعرات. اوكي تقدرون تنشفون بدون ما تحسبون سعرات بس هتمشون بالظلمة ما راح تعرفون ايش دا يصير، وبعدين من يوقف التطور وياكم ويوقف انه النزول ما راح تعرفون انتم اصلا ايش قد تدخلون وايش قد تحتاجون، وعلى اساسه ما راح تعرفون شلون تعدلون على الموضوع. فمن اني اجي احسب سعراتي راح افهم بالضبط ايش قد ادخل، راح افهم بالضبط انه جسمي شنو اللي دا يصير وياه، شلون اقدر اعدل. من يوقف جسمي اقدر عندي 100,000 حل اسويه. فاعرف هسه انتم بالكم فرق زين واني ما اعرف احسب سعراتي شلون علمنا لكم فرقت، صار لي 90 سنة وياكم اسوي فيديوهات. هذا فيديو معلمكم بيه شلون تحسبون غذائكم وشلون تقسمون الغرامات وكل شيء بسيستمكم ملوزكم تلوز. فنجعل ورا ما حسبتوا سعرات مالكم راح تجون مثل ما قلت نخلق هذا العجز بين السعرات اللي نحتاجها والسعرات اللي ندخلها، فراح تنقصون من احتياجكم اللي حسبتوه من 200 الى 500 سعرة. يعتمد الموضوع على هواي امور، جيناتكم، ايش قد نسبة الدهون اللي عندكم، وزنكم، حياتكم، هواي امور. فمن 200 الى 500 سعرة انتم بكيفكم تقللوها. بعدها راح تبدون عاد انه تلعبون بالغذاء مالكم، اعدل عليه، انقصه، هواي امور اسويها. شلون وعلى اساس شنو؟ على اساس جسمي وشنو اللي دا اشوفه.
من الجيم مالتي الادائبي، وزن جسمي انه دا ينزل له لا، شكل جسمي كذلك من انه دا يتغير له لا، الملابس، الاحساس، الطاقه مالتي، المود مالتي، هواية امور اقيس بها التطور مالتي، وعلى اساس اشوف اذا وقف التطور اجي هسه اتلاعب بالغذاء. واكو فتشر اريد انه اوضحها، انه مو شرط مرات انه انا فقط انزل الغذاء، مو بس انه اظل انا وقف الوزن مالتي انقص، وقف انقص. مرات انه انا اتلاعب انه ابقي السعرات نفسها، لكن اتحكم انه منين دا تجيني هالسعرات، اكثر شيء من الكارب من الدهن. هذا الموضوع راح يعتمد على خبراتكم، راح يعتمد على شنو اللي دا يصير وياكم. فماكو فت قاعدة لو قانون انه يقول سوي هيك وسوي هيك، بس قصدي انه كل اللي دا اقول لكم عليه انه مرات ممكن اتلاعب الغذاء بدون ما انقص. فيما يخص عدل انه التشيت ميل كلش قد افتح، اولا لازم تستحقوها، ثانيا الموضوع راح يعتمد عليكم انتم، بس بشكل عام انه مره بالاسبوع تكون كلش كافيه وتبدلوها اكيد بوجبه. فيما يخص عدل الخضروات والفواكه، فعرفوا انه هي كلش كلش مهمه، هذه الفيتامينات المعادن مالتنا، خصوصا الخضروات سعراتها قليله وتشبع. فمثلا اذا شفتوا نفسكم انه انا خلصت وجباتي بس بعدني جوعان، اقدر ادخل الخضروات حتى تسد هذا الجوع اللي عندي، بنفس الوقت اكون على من دخل سعراته هواي بحيث ياثر عليه. اما الفواكه فاني ابقى انه انطيها احتمال ارجع اقول اخر اسابيع التنشيف، ذاك الوقت ممكن ابدي اتدخل عند بالفواكه واحدد من عندها واقلل من عندها. الخطا اللي اشوفه من المدربين واللاعبين اللي سووه انه يبدون بالبدايه فد كارديو كلش هوايه، يعني يوميه ساعه، حتى من اشوف اكو قسم يسوون ساعتين باليوم كارديو، ايش دعوه؟ وانا بعدني هستوني بادي من اوصل اسبوع 12 13 16 ايش راح اسوي بعد؟ اقضيها بس كارديو؟ ايش عندنا؟ فاذا لا، الفكره انه نبدي على فد شيء متوسط. فاللي احب اني اسوي انه ابدي مثلا يومين على ثلاث ايام، من نص ساعة إلى ساعة اعتماداً على هواية أمور، وزن الشخص، إيش قد إنه الغذاء مالته، كذلك إنه حياته شلونها، هل عنده وقت له لا، صرفه، شغله، اعتماداً على هاي الأمور اللي أنتوا راح تعرفوها أكثر من عندي. فعلى طول الأسابيع الجاية من أحدي إنه أنا أفكر أزيد أما أيامه أو وقته أو شدة الكارديو. واللي يجيبني النقطة الثانية فيما يخص إنه الكارديو والنشاط مالتي، واللي هو لا تظنوا إنه تفكرون فقط الصرف مالتي يكون من التمرين. يعني انه بس اني ساعة التمرين وساعة الكارديو وها هي خلال اليوم اني كلي تخامل ما اسوي اي شيء، لازم ابقى انه انا على طول اليوم مالتي نوعا ما نشط. فهي واحدة من الامور اللي اذا مثلا تشوفون الغذاء بعد ما اقدر اقلله، الكارديو كلش هواية بس بعدني مدى اشوف فرق، زيد النشاط اليومي مالكم، زيدوا. فمعناته انه ما كان ما اصعد درج كهربائي، لو ما اصعد اصعد درج طبيعي، اتمشى هواية يوم الراحة، ما اظل قاعد خامل، حاول اتحرك اكثر حتى ازيد النشاط مالتي بشكل عام، حتى نبقى نشطين وبالتالي ابقى انه انا احرق سعرات على طول اليوم. فهذا هو الثلاث اقسام تمرين كارديو وغذاء حكينا بهم فيما يخص التنشيف. فعلم هذا اللي كان بهذا الفيديو، سوي لايك سوي كومنت سوي سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. سكوربيون اوت.